مسار لباريخو، باريخو أندري غوميز، غوميز خطورة يوصى جول 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 سيكيرا سيكيرا باليسار وسط يا ستار صمت رهيب يخيم على مدرجات الكامب نو. زمان المحنة ما زال موجود، الظنون والشكوك يا ولدي في البلاوغرانا موجود. بيكي يشحن المعنويات، برشلونة بأصعب الأوقات، فالنسيا عبر السكيرة باليسار بعد امداد من أندري غوميز، يفاجئ راكيتيتش وسيرجي روبرتو وينو برشلونة وين؟ فرنسيا في نزع، فرنسيا يتحرك، فرنسيا يوسع، لا ينتظر يرتقب. شوف الكرة يا سلام تعدي لباريخو، باريخو جول 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 على طريقة أياكس أمستردام في السبعينات، على طريقة البرشلونة غوارديولا في الألفية. هذا هو فرنسيا، سانتياغو مينا يعطي الهدف الثاني، ولويس انريكي يعاني يعاني. كرة الدلال، كرة الجمال، أكثر من 10 لمسات لأبيض فرنسيا والحادي عشر في شباك كلاوديو برافو. صامت رهيب يخيم على 85,000 متفرج. شوف الكرة، أكثر من 12 لمسة والنهاية دراماتيكية على فرنسيا. سانتياغو مينا يفجر الدفاع الكتالوني بلمسة يمينية. ليو يعدي جوردي ألبا يوزع جول 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 فعلا الأرجنتيني، فعلا الأرجنتيني يا عيني. أخيرا ليو ميسي، مهما جارت عليك الأيام يا الأرجنتيني تسترجع أجمل الأقدام. الهدف رقم 500 يا السادة للأرجنتيني، وهذه الإعادة وفيها كل الإفادة.